بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية ونرجع لمتابعة أخبارنا. النهاردة السبت كان في اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني، ده الاجتماع الـ 12 ليه طبعا في الأكاديمية الوطنية للتدريب. كل ده طبعا ليه علاقة بالجلسات التحضيرية اللي بتتواصل ل يعني خارطة الطريق نقدر نحطها علشان الجلسات الفعلية إن شاء الله للحوار. فوفقا للمعلومات المتاحة يعني إنه من المقرر إن الاجتماع هيكون في بدايته تأبين للراحل الأستاذ دكتور محمود عالم الدين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الله يرحمه يا رب، وإعلان خلو مكانه. كمان أنه هيبقى فيه استعراض لأبرز ما ورد في مداخلات الرئيس بخصوص الحوار الوطني في فعاليات المؤتمر الاقتصادي وخطة عمل المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي والخطة المبدئية كمان للمحور السياسي، وكمان رد السيد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي. وطبعا كل بقول لحضراتكم ده احنا منتظرين البيان اللي هيخرج من بعد ما ينتهي اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، واللي هيقول لنا أبرز النتائج وما تم الاتفاق عليه في اجتماع النهاردة.